تهدف الدولة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية في ظل التوجيهات الرئاسية المستمرة بتوفير التوعية وتأهيل الشباب المقبل على الزواج وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن الزواج، الشروط الواجب توفرها البدء أولى خطوات الحياة الزوجية النجحة. خلوني أتعرف مع حضراتكم على مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع من ضيفتي في الاستوديو دكتورة رندا فارس، مدير مشروع مودة في وزارة التضامن الاجتماعي. دكتورة رندا، في البداية ورحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. طيب خليني أبدأ مع حضرتك من الأول خالص من أهداف البرنامج الرئاسي مودة، وحضرتك برضو شايفة ازاي ان في اهتمام من قبل القيادة السياسية بفكرة ان احنا لازم يكون او لازم الشباب يكون عارف ايه هي الخطوات اللي يقدم عليها قبل ما ياخد الخطوة دي؟ هو الحقيقة الاهتمام كان واضح وصريح جدا من فخامة رئيس الجمهورية، لان الحقيقة مشروع مودة بيتم تنفيذه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من فخامته، وده كان من واقع بعض المؤشرات المقلقة جدا اللي أظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017، اللي وضح فيها أن مصر شهدت 198 ألف حالة طلاق في ذلك العام. في 2017 2018 زادت معدلات الطلاق بنسبة 6.8% وصلت ل 211 ألف حالة طلاق. طبعا احنا لو رجعنا لسنة 2000 هنلاقي ان معدلات الطلاق كانت لم تتخطى 62 ألف حالة. احنا عندنا الزيادة مقلقة جدا، في نطة كبيرة جدا حصلت، مما استدعى ان لا، القيادة السياسية فعلا قالت لا، خلينا نتوقف كده شوية ندرس الظاهرة ليه بدأت تظهر بشكل كبير جدا، لان احنا كان دايما هذا المجتمع ما يميزه هو تماسك الأسرة، أنواة المجتمع، ولكن بدأ المنظومة دي تختل شوية. فبدأت وزارة التضامن الحقيقة في إعداد برنامج متكامل هدفه الأساسي هو تدعيم الشباب المقبل على الزواج بكل المعلومات الممكنة اللي بتساعده أنه هو يبدأ حياة يأسسها بشكل مظبوط ويحافظ عليها فيما بعد. يعني احنا بنشتغل عندنا طبعا أول خطوة تم وضعها هو إطلاق محتوى علمي تدريبي بالتعاون مع مجموعة طبعا من الخبراء وصندوق الأمم المتحدة للسكان. هذا المحتوى فيه كل الجوانب الممكنة اللي تهم أي اتنين هيتجوزوا أو شاب لسه مختارش وهياخد خطوة الاختيار. بنبدأ من أول ما قبل الزواج، امتى اعرف ان انا جاهز لاتخاذ الخطوه، وهنا انا بتكلم طبعا عن الولد والبنت. الجاهزيه للزواج مش بالسن، مش بالتواجد الفلوس، لا، في جاهزيه نفسيه، ودي يعني عامل اساسي في نجاح الزواج بعد كده. ايه هو مفهوم الزواج؟ ايه هي اسس اختيار شريك الحياه؟ يعني اختيار شريك الحياه هو يعني لو اتاخد خطوه سليمه انت كده ضمنتي 50% نجاح العلاقه فيما بعد. دي نقطة مهمة جدا، وكتير الحقيقة مش بيبقوا واعيين لأهميتها. يعني كتير جدا لما بيجوا يختاروا بيبصوا على المميزات. اوكي، حلو جدا، بس انا مهم قوي اشوف العيوب، المجموعة العيوب اللي موجودة في الشخص اللي قدامي دي انا اقدر اتعايش معاها ولا لا. في نقاط كتيرة جدا مرورا بعد كده داخل هذا الدليل ايضا عن الحياة الزوجية نفسها، التواصل الايجابي، التفاهم مع بعض، نوعية المشكلات اللي ممكن يمر بيها، نوعية المشكلات وازاي نحلها، لان الاختلاف برضو ليه خطوات علمية، نختلف ونحل ازاي من غير ما يحصل ضرر او يحصل مشاكل عاطفية وتراكمات ملهاش لازمة. في كتير جدا مشاكل وبتبقى بسيطة جدا، وللأسف بنلاقيها في محاكم الأسرة، الناس بتطلق على أتفه الأمور عشان مش عارفة ازاي تقعد وتحل مشاكلها مع بعض وتوصل نقاط في النص. بنتكلم معهم على عوامل خطوره زي العنف الاسري، ويمكن احنا يعني للاسف الكام يوم اللي فاتوا احنا شاهدنا العنف الاسري واللي عمله في بيوت امر خطير جدا ومخيف جدا.